خلنا نروح حق الهاي، ولكن قبل ما نروح لأن كسا لازم نروح فوق وتحت، خلنا نحط كل كيس شنو شغلته. بنسوي كوبي من ذلين، ما احتاجني كل هالتعقيد، بس بنسوي كوبي نقول كيس 1، افترض كنا سويناه من البداية، بعدين كيس 2، مفترض كنا نسويهم من البداية، كان وايد أسهل علينا إنه بس كلهم، لأن الكيسات كانوا صوب بعض، وبنعرف كل واحد شنو شغلته. هنا اوريدي خلينا هاي، بس خلينا نرتبه. زين، فالحين دايركت نعرف كل واحد شنو شغلته، ما يحتاج نرجع فوق. قلنا ان الثمانية تمسح الجسمة الكورس، فتقريبا بتكون نفس الاد، ولكن ما بنحتاج ناخذ هالكثر ديتيلز. خلنا ناخذ كوبي الى حد الدو، في شيء يردو؟ لا. زين، اللي في الاف ما نحتاج هالكثر، بنمسحها، نمسحها لحد، خلينا نقول لحد هني، تمام. الكورس، ايه الكورس، نحتاج الكورس. خلينا نسوي الطريقة هني، قاعد يقول لي انه اكتب الكورس كامل وامسحه. انا من رايي انه ما يحتاج نكتب الكورس كامل، نكتب بس جزء من الكورس. افترض بس نكتب اسم الكورس وهو يمسحه، اسمه او الاي دي مال الكورس ويمسحه، لانه مو معقول بكتب هالكثر شيء عشان امسح هاي. فاوكي خلينا نرجع، فخلي بس نخليه يكتب اسم الكورس والرقم ماله ويمسحه، تمام. فخلينا نشوف هني، انتر نمبر نيم كريدت، والله شوف ما فرقت يعني، حتى لو يخلي الكريدت والسكشن، خليهم كامل. اوكي خليهم كامل. وهني خلينا نحط شوي كومنتات عشان ما نضيع. هني مثلا take course details، هني خلينا نقول create course object، وهني بنسوي الديليت. الشيء الحلو ان هل الكورس موجود او لا، هاي هو بيشيك لنا مثل ما تشوفون هني. اذا نروح حق الديليت، بتشيك اول شيء هل الطالب موجود، هاي بعد ممتاز، بفكنا من هالمشكلة اعتقد. حتى الاد يمكن، ايه الاد اوريدي تشيك لنا هاي، بس مو مشكلة. فولس، بس عطانا فولس، ف كنا نقدر نخلي مسج هني، المسج اول بعدين يعطينا فولس، بس مو مشكلة. ديليت اوريدي بيتشيك لنا ان اهم شيء الكورس مو موجود. خلينا نشوف الديليت، خليناه هني سترينج، انا افضل نخليه بوليان نفس طريقة ذاك، ولكن بنعدل على اشياء ثانية. خلينا نشوف هني صار ريموف. الس هني بنحط فولس، وقبله بنحط مسج ان
ان شو اسمه الهاي مو موجود، والتضبيط الاسم الهاي بنخليه يطبع لنا هناك. فهني خلينا نسوي بوليان، بوليان هني بصير فولتس. تمام، هني الطالب مو موجود، ما يحتاج، احنا بنضبط هناك. هني بيكون ترو، ما بنحتاج اسم ال اسم الكورس، بناخذ اسم الكورس من هناك. وهني بنخليه فولس، ولكن هني بنحط مسج ان هالكورس مو موجود. تمام، this course. خلينا نكتب شيء بس عن اسمه او ذي، اعتقد نقدر نحصله من ال variable already اللي هو طرش لنا. not having course number and name، خلي كذي course number، وهني بنحط له زائد مثل ما تشوفون هني already عندي الاوبجكت وما مسحته للحين، الاوبجكت هني دي كورس. فهني بقول له دي كورس دوت جيت نمبر، زين، بعدين زائد اند كورس نيم، بعد زائد وهني بخلي شو اسمه دي كورس جيت نيم. اقدر اخلي كريدت والسكشن، احس ما له داعي. انتو تقدرون تضيفونه، ولكن انا عشان ما اطول الكود والفيديو ما بكتبه، بس بكتب هني نوت افيليبل. على الاقل نعرف شنو صار، ليش طلع لنا ايرور او هاي، نعرف ان الهاي مو موجود. تمام، والحين احنا نعرف اذا ما اعطاني مسج يعني الطالب مو موجود، اوريدي هاي احنا حطينا له مسج فعادي. اذا الكورس مو موجود، خلينا نرجع حق الكورس. بنشيك كورس شوفوا هني دوت ايكوالز، احنا خليناه بس على ال على النيم والنمبر. انا اشوف نحطه فيكس ان هاي وهاي وهاي مو موجودين، يكون افضل. كل شيء لازم بالضبط، شيء واحد غير هاي مو موجود، اعتقد افضل كذي. مفترض ساعات الكود يكونون مو متشابهين بس الاسم متشابه، ف واحد منهم صح. نحتاج بعد شنو السكشن، علق السكشن كريدت، والكريدت مفترض نخلي حتى الكريدت. انا شنو بسوي، بسوي تعديل هني، بنخلي الاسم اول كود يكونوا نفس الشيء واحد منهم، بس السكشن والكريدت لازم يكونوا بالضبط نفس الشيء. اعتقد بيكون هالتعديل احسن، زين. فبنخلي هني اند وننزل نقول له، بنقول له كورس نقول له كريدت دوت ايكوالز، اوكي هاي رقم. فهني بنقول له اوبجكت دوت كريدت، زين. بعدين بنخلي ان عندنا سكشن، بنقول له سكشن
object dot section، لازم يكونوا بالضبط. تمام، بس هالاثنين اللي صار في الهاي، فانا خلى بعد احتياطا بحط قوس هني حق هالاثنين بس. الحين مفترض نغير، قلنا check either the name and، خلي بعد ننزله شوي، and the credit section is same and return true. تمام، الحين ضبطنا هاي. هني الكود مالنا مفترض اوكي. خلينا نشوف، خذينا كل شيء. هني بنمسح، هني من مكان add بنكون delete. id خب اوكي، وهني بنغير الميثود مالنا من add الى delete course. تمام، delete course. بعدين هني بس زيادة، إذا في حال يبغي بعد يمسح نقول له do you want to delete. مفترض نفس مساعة، نقول له are you sure، لأن هاي delete. دائما في الديليت لازم نتأكد ان هل اليوزر بيمسح او لا، ممكن لا سمح الله شيء واحد غلط فنأكد عليه ونشوف ونخلي له الديتا اللي هو دخلهم. بنقول له انت دخلت هالديتا ف تبي تمسحهم كذي. اذا فنقول له system.out تو سترينج، بنستخدم هني اعتقد تو سترينج هو بيكون بارز الكورس، كورس 1 هني عندنا كورس 1 دوت تو سترينج. بعدين بنحط هني مسج، بنخلي شو اسمه يكون تحته، والله هاي خلينا نحطه تحت. ونحط له هني قوس، ونحط if statement هني إذا أوكي بيمسح. على فكرة مفترض هاي يكون فوق هني، يكون فوق ال هاي. ونخلي F، إذا قال yes خب خلاص ديليت. نحتاج answer هني نقراه. هاي chart already لا اوكي، فنخلي له يطلع نفس الهاي. عشان يمسح، في حال قال نو افترض شنو يصير؟ افترض اذا قال نو يطلع له المسج، زين في الحالتين هو بيطلع له المسج، قال نو بيطلع له المسج بس ما بيصير ديليت. ايه مفترض كذي بهالطريقة. فخلنا نشيك البرنامج الحين. اول شي لازم نضيف طالب ونضيف له كورس، بعدين نمسح. خلنا نكتب اسم عدل. نبي نضيف، خلينا نضيف من هني لأنه أسرع.
فنقول له 2 4. اوكي، ونقول له هني داتا مثلا 5 15. زين، خلينا بعد نضيف بعد واحد، نقول له مثلا 111 math. خلينا نقول 6 و12. تمام، الحين نقول له نو. بنروح الحين حق ديليت كورس 2018، نكتب نفس الهاي 214. الكورس كان ديتا اسمه كان 5 و15. هني عطاني الهاي، قال لي تبي تمسح هاي؟ اذا اكيد شنو بقول له؟ بقول له يس، وهني قال لي ترو، ما في هالكورس. خلينا نجرب مرة ثانية ان هالكورس موجود او لا، نقول له يس. نبي بعد نجرب، نحط نفس الكود 14 ديتا. لحظة ايش صار؟ اوكي اوكي بالغلط ما شفت الاي دي، مفترض ما يطلع للاي دي مرة ثانية، هاي مفترض نصالحه، بس مو مشكلة حاليا بس عشان نشوف. 18 كورس 214 ديتا 5 15. زين، نقول له يس. هني قال لي this course not available false. تمام، تبي نضيف، تبي نمسح، نو طلعنا. اوكي بس خلينا نصلح هاي، ان الاي دي مفترض ما يطلع له مرتين، لان ليش هاي اد كورس ديليت كورس حق نفس الطالب، ممكن نبي نضيف نكنسل شغلتين. هاي لازم يكون برا كامل، برا الوايل. اذا برا الوايل اوكي، خلينا نشيك حتى حق الاد، خلينا نشوف اذا بيعطينا بس الطريقة. مفترض هاي يكون كامل برا. خلينا نشوف ليش ايرور. اوكي، نفس الشغلة صادتنا، انه لازم نعرف الاندكس فوق. وحكي 7، ناخذ هالاندكس كوبي ونشيله من هني. ما ادري اذا في اندكس ثاني بيبان. روح كلش فوق هني قبل الدو، وبنحط اندكس ايكوال 0. اوكي شكله في اندكس ثاني. ايه اوكي، الحين خلال الحين نشغل البرنامج عقب ما سوينا التعديل. مفترض الاي دي يطلع مرة واحدة بس. نضيف نضيف كورس، خلنا نضيف كورس. نروح هني حق الإضافة بعد، خلنا نشيك الإضافة وش هي. 7 08 111 math. أوبس، ماث نشوف الحين. اذا يس، اذا ضغطنا يس وطلع الاي دي مو اوكي، مفترض ما يطلع. نقول يس اوكي، تمام ما طلع لنا الاي دي. خلينا نضيف شيء 112. خلينا نقول جافا فور سكشن 10. هني نو طلعنا. خلينا نسوي ديليت 8 08.
112 جافا، فأعتقد كان 4، خلونا نطالع بس 410. اوكي 410. يس، هني بعد مرة ثانية نقول له يس. I do want to delete. اوكي خلي لي كورس ثاني. شوف هني ماخذ الاي دي. اوكي يعني شغلنا. اوكي 111 math كان كم؟ خلينا نشوف كان 4 و12. 4 ايه 4 و12. اوكي 4 و12 يس. المساح الحين نقول له خلاه مثلا، نقول له بعد يس ما اعطاني الاي دي يعني. اوكي نقول له 214 داتا 515، نقول له نو مثلا. هني بنقول له بعد نو، خلاص طلع لي. اوكي حط صفر. يعني البرنامج مالي اوكي، اللوب اوكي، بيختار الاي دي مرة واحدة لان نسأله تبي حق نفس الشخص، فمن كذا ما يحتاج يخلي اي دي مرة ثانية. وهني زين خلينا نشوف الحين شو عندنا. عندنا print all student. في شغلة مفترض نشيكها بعد، ان هل بيطبع لنا الكورسات اللي عند الستودنت. خلينا نشيكها، بنروح 1 08 نحط عليه يس. نبي نضيف 214 داتا 515، بعد نضيف كورس ثاني يس 111 math. اوبس ما يصير في سطر واحد، كنا نقدر نسوي في سطر واحد. اذا تبون تقدرون تغيرونه، اوريدي انتو تعرفون الطريقة. math خلينا نقول 5 او خلينا نقول 6 مثلا 6 12. ما نبغي نضيف الحين، نبغي نطبع. نروح get student 6 2018. تمام طبع لنا ويا الكورس وكل كورس ويا الثاني. نحتاج بس شوي نزيد الهاي اذا تبغون عشان يترتب بزيادة. وبس، واقل الأشياء اوكي مضبوطة.